زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب. تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب. حملت آمنة من عبد الله. رأت آمنة في منامها رؤيا حين حملت بابنها محمد صلى الله عليه وسلم أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. توفي عبد الله وآمنة حامل بمولودها محمد صلى الله عليه وسلم. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من والده. خلف عبد الله ميراثا لولده محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يولد 5 من الإبل وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وهي أم أيمن.